بسم الله الرحمن الرحيم. ده حشيش البنوكام اسباني اسباني F1 في مزرعة منطقة الباهية. منطقة الباهية تبعد عن أبو ظبي حوالي 25 كيلو متر. الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة الباهية. ده ده مأسوس من 5 سنين. زي ما انتم شايفين كده، تم قصه من حوالي تقريبا 5 ايام. ماشي، هنجيب كمية طبعا دي المنطقة دي حوالي تقريبا أكتر من فدان ونص كمان تقريبا. يعني ده برضو نفس النوعية بس مقصود من حوالي 3 أيام. ده برضو بنو كام، ده مدة القص حوالي 22 يوم اهو. ده برضو مقصوص من 3 أيام. ده برضو بس عن طريق الشكل بقى، مش طريق الزرع. ده مشتوه من حوالي 17 يوم، هو شتل مش زرع. ده مزروع بذور 10 أيام، من 10 لحوالي 13 يوم كده تقريبا. بذور ده مقصوص من 10 أيام. وده مقصوص من 10 أيام، ده قص من 10 أيام. ترجمة
ده برضو المربع ده كله مشتوه من 12 يوم، شكل مش بذور. كل ده شكل تحت اشراف مؤسسه شاطئ العرب بالعين، دي تحت اشراف مؤسسه شاطئ العرب بمدينه العين تابعه لاماره ابو ظبي، مهندس منير الحمصي. شكرا.